السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بأغلى وأوفى متتبعات قناة سحر الطبيعة. كلنا البنات في الصيف وفي الصهد كنهربوا من المرقة من الحاجة الثقيلة وكنقلبوا أو كنميلوا على أي حاجة تكون خفيفة ظريفة وبلا كثرة الوقوف في الكوزينة، يعني ديال خفان زربن. لهذا شاركت معكم غدايا باش هكذا كنتقاسموا بيناتنا الافكار ليس اكثر. ما نطولش عليكم حبيباتي، نمشيو نشوفوا الغداء اللي شاركت معكم اليوم. وهنا البنات الغزالات عندي واحد الصدر ديال الدجاج كامل، يعني خديته صحيح قطعته مربعات صافي. من بعد ما يعني تطحن غادي نفرغو هنا باش ان شاء الله غادي ندير ليه التوابل ديالو بحول الله. هنا غادي نضيف كميه ديال القزبر المعدنوس، غادي ندير الخل ديال الحامض البنات، اولا ديروا عصره ديال الحامض يعني اللي يناسبكم. بسم الله ها هو. غادي ندير واحد شويه ديال صلصه حاره، اللي كيبغي الحار يديرها، اللي ما كيبغيش يعني يستغنى عليها ها هي. غادي ندير الملحه هاكا قياس على حسب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. غادي ندير شويه ديال الابزار، غادي ندير التحميره والخرقوم البلدي، كيعطي واحد اللون زوين للقضبان، يعني كيجيو ما هما حمرين ما هما صفرين. وضروري من السكنجبير، كتعرفوا السكنجبير هو اللي كيفتي اللحم البنات. ها هو انا جبت لكم، درت معكم عطريه العاديه اللي كنديروا، ما بغيتش نجيب لكم انا هذيك العطريه ديال هاد الثوم غبره هاد الثوم البصله غبره، لان اغلبيه كيكون ما متوفرش عليه. هنا غادي ندير الزيت. علاش غندير الزيت؟ الا عندكم البنات الشحمه ديال الكلوه حكوها، علاش؟ معروف بان الصدر ديال الدجاج كيجي شويه ناشف. انا بما ان ما متوفراليش كانت عندي البنات، ولكن ملي تقطع الضو خسرات وانا رميها. غادي ندير الزيت، يعني لكم الحريه، غير باش ما يجيوناش ناشفين. جوج ثومات كبار. شحال مره البنات كنقول لكم اللي كنكون زربانه كاع ما كننقيها انا، غير حكوها البنات وقشرتها، راه يستحيل يدوز القشر. ها نتوما ها هو شتي كيبقى ما كيدوزش نهائيا. صافي البنات هنا غادي نخلط اختكم. كيف ما كتعرفوا دائما كنخلط بيدي، يكذب عليكم الكاذب البنات الا قال لكم شي واحد يخلط بالمعلقه ويبرد ليه القلب. انا بقلبي ما تيبردش، كيجيب لي الله راه ما تخلطاتش، لهذا سمحوا لي وكل واحد يخلط باش ما بغى. الحمد لله دابا راه كلشي ولا نقي، كلشي ولا متول، اليد نقي الحمد لله. ها نتوما البنات الضفار ما كاينينش، ممنوع ما كنحملهمش البنات، عمرهم تلقاوهم عندي نهائيا. غادي نخلط بحال هكا، وغادي انا سبقتها هي الاولى، غادي نردها للثلاجه ونخليها مرقده البنات. وهنا بحول الله غادي ندير معكم واحد السلطه اللي كيف قلت لكم مرافقه هكا المشويات، غادي نحتاجهم اكيد هاد السلطات. غادي نشارك معكم بزاف ديال السلطات البنات العيد الكبير ان شاء الله. هكا كل مره ندير معكم سلطه، كل نهار تغيروا، كتعرفوا نهار في العيد ليامات العيد كنكونوا غير اللحم اللحم اللحم، ضروري ضروري ما ناكلوا من الخضره. هنا غندير سلطه ديال الكورجيت. في التوابل غناخذ بعدا اولا كوكوط، غادي نبدا بالتوابل. غادي ندير شويه ديال الابزار، القياس يبقى على حساب شحال دايرين ديال الخضره، يعني عينكم ميزانكم. شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، غير شويه متقويوش الكمون كيعطي ريحه مجهده. وعندي العصير ديال الحامض ها هو، شويه الخل ديال الحامض عندي مليحه كذلك، يعني تقريبا نفس التوابل اللي درنا في الدجاج. عندي هنا قزبر ومعدنوس، عندي شويه ديال الزيت، وعندي صلصه حاره ها هي، وعندي هنايا كميه ديال الثومه غادي نحك واحد ثلاثه السمينات بلا ما نضيعوا الوقت ميكونوا زربانين البنات خفن زربان. دغيا دغيا صافي، ها هي التوابل اللي عندي البنات. ها نتوما تشوفوا شفتوها. غادي ناخذ هنايا القرعه من بعد ما غسلتها مزيان، غادي نشدها غادي نقطعها البنات مربعات على هذا الشكل. انا يعني قطعتها مربعات، عرفتوا الميزه اللي كاينين في هاد السلطات اللي مرافقين البنات هكا كنديروهم في جنيبات ديال الطابله، هو انهم كيوجدوا بسرعه يعني في رمشه عين. هنا ما غاديش نضيفوا البنات ولو نقطه ديال الماء، ما تضيفوش الماء نهائيا، لان معروف القرعه فيها نسبه كبيره ديال الماء، هي غادي تطلق الماء راسها، غير بشرط نحضروا عليها النار
باش طق الماء في خاطرها وطيب هذاك الماء ديالها. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نهزها فوق البوطه، غادي تسدوا عليها الكوكوس، مجرد ما تصفر الصفاره غتحسبوا جوج دقائق حتى ثلاثة دقائق وطفيوا عليها النار باش تطيب وتبقى صاينه، يعني تبقى هكا قابطه في راسها. وان شاء الله الا لقيتوا فيها الماء هي ضروري ما غتطلق الماء، غير كونوا اكيدين انكم من غتحلوا غتلقاو واحد الجغيمه ديال الماء هنايا. بغيتوا يعني تحتفظوا بهذاك الماء ديالها كان بها، ما بغيتوش خليوها تشحر فوق البوطه هكا عريانه، حتى كتنقص شويه وكتجي واقفه راهي ان شاء الله غادي تجي بنينه وزوينه. وهنا ملي كنقولوا غداء صيفي والصيف ومع الوليدات ضروري من البطاطا يا البنات، ما كاينش اللي ما كيحمقش على البطاطا خصوصا فصل الصيف. هو في حقيقه كنت باغا نديرها انا في الفران، ولكن بما ان مشى عليا الحال غادي تعطل لي في الفران. بغيت نقليها بسرعه، يعني واخا راه القليان ماشي صحي ولكن راه كما كنقولوا ما نكذبوش على بعضياتنا، راه حنا واخا كنعرفوا هادشي كنقليو. الصراحه تقال الماء اللي كندير فيها البنات البطاطا كندير فيه الخل، صافي كنخليها في هاد الخل والماء حتى الوقت اللي كنبغي نقليها. صافي هنا غادي ندير سلطه عاديه بارده البنات ديال المطيشه والخيار وواحد شويه ديال الفكوس، غادي نقطعهم مربعات مع شويه ديال البصيله وغاديرها في الثلاجه تبرد. هنا البنات من بعد ما قردت الشلاضه، واحد النصيحه للبنات المبتدئات ما تقردوش البصله من قبل، خليوها هكا منقيه محطوطه هنا حتى الوقت اللي تبغيو تحطوا الشلاضه، عاد باش ملي تبغيو ديروا يعني الملح والزيت والخل عاد قردوا البصله. البنات رجعت معكم لواحد النقطه سيت ما قلتهاش للبنات المبتدئات على البطاطا، ملي تبغي تزولوا هذا الماء البنات عندك وتعاودوا تغسلوها، خليوها بالخل ديالها. يعني انا دابا هذا غندي غنكبوا دابا ورجع معكم. فيه انا يعني كبيته من الماء اللي كان فيه وما غسلتهاش نهائيا لانني بغيتها تبقى بالخل ديالها. عاد في هذه اللحظه يعني كاين اللي كيفضل يدير الملحه دابا، كاين اللي كيفضل حتى كتقلى عاد كيدير الملحه، يعني كل واحد الملحه على حسب الرغبه. صافي وغادي نرجعها هنا ونخليها باش لان الملحه غادي تطلق الماء، ونخليها هكا ونبدا نقلي فيها. بغيت نشارك معكم هاد الحيله اللي كندير ملي كنكون زربانه، قلت ما يمكنش ما نشاركهاش معكم. عاده ملي كنبغيو نديرو يعني القطبان كناخذوا الحيمه ديالنا وكنديروا بحال هكا، يعني كناخذوا كميه وكنحاولوا نديروا اصابع بحال هكا كتشد لينا الوقت. وعمر الشكل ديال هاد الناس ما كيجي يعني مقاد كيف ما كنقولوا، دائما كيبقى لي طراس ديال الصبايع ديالك. مهم انا اللي بغى يديرها الطريقه يديرها. انا اش كندير، كناخذ كنزولها باش تفهموا، كناخذ قرعه ديال الماء هكذا عاديه كنحيد ليها هذا النصف التحتاني، كناخذ شي قرعه ولا شي حاجه، خذوا هذه ديال الكوفيتير راه تجي قدها البنات، كنديرها يعني شي حاجه اللي تكون كتجي في القياس تدخل نيشان مزيره مع القرعه ديال المناضه، كنحطها بحال هكا وكنجيب القطيب ديالي ديال الشوا وكنغطسو هنايا في الوسط هكا، وكنبقى نضغط هاد القرعه كنبقى نهبطها لتحت كنبريسي لتحت، وشوفوا تبارك الله كيفاش غادي يخرج، وغادي يخرج مقاد يعني بجماليه اكثر. ها نتوما كتضغطوا مزيان، ها هو خارج. وملي كتصافي كتبغيو يعني تحبسوا كتحبسي من هنا بيديك وتتزولي. غادي نعاود معكم الفكره، ها نتوما كتغطسوا هاد القطيب، هو راه ملي كيوصل القعر ديال القرعه ديال الزاج كيحبس. صافي كتشدي هذا كتضغطي لتحت بحال هكا، شوف كيجي مقاد هكا. ملي كتبغي تحبسي كتقطعي هكا بيديك. ها نتوما البنات صافي كتقادي هاد البلاصه اللي حبسنا منها الحيمه وصافي وكتحطيهم هكذا. شفتوا البنات يعني هذه يعني بغيت نشاركها معكم، اللي حبات وعجبتها الفكره ديرها. هنا ايضا بغيت نعطيكم واحد المعلومه باش تعرفوني البنات، ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه ولو تكون صغيره اللي كنعرف اللي كنظن بانها ممكن 100% تفيد البنت المبتدئه. عاده بعض المرات ملي كنعمروا القطبان ديالنا بحال هكا كيبقى يطيح لينا بحال هذا الشكل، هذا بحال هكا كيبقى يتنصل بحال هكا، شفتوا وكيعذبنا. اشنو ديروا البنات، هو ملي تخلطوا هاد الكفته ديال الدجاج ولا ديال لاداند ولا اللي كان، ديروها في المجمده البنات واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق كتقبط راسها، وملي ما كتبقاش يعني كما كنقولوا هكا محرحره، يعني ملي كنسقبط راسها في المجمد وكت يعني كتشد راسها مزيان كنوليو ديك الساعه بسهوله كنديروا لها هكا كتلصق وما كتحلش بحال هكا وتعذبنا. وهنا البنات ها هي طفيت على يعني المقبله ديال القرعه، انا حبيت نوريها لكم وهي باقا في الكوكوط باش تشوفوا معايا بان راه ما بقى فيها لا ماء لا حتى شي حاجه. هانتوما كتشوفوا هاد الزويته اللي بقات في القعر راه هي صافي يعني تتوقف طابت في الزويته ديالها. وما نقولش لكم يا البنات يا ريت كون كانت شي طريقه باش هكذا تبقاو تذوقوا هانتوما باش تقولوا راه ما كطيبش، هانتوما وسمحوا لي على المنظر. هانتوما البنات شفتوا
سخونه هانتوما شو طابت القرعه خلاص راه كطيب القرعه راه ما كتشدش الوقت البنات نهائيا نتوما عارفينها يعني فتيه دغيا كطيب على فكره البنات انا ملي كنت صغيره كنت تنكره شي حاجه سميتها القرعه يا ربي تسمح ليا ما كاينش كنحمل ناكلها وملي كبرت سبحان الله وليت تنحماق عليها قولوا لي في التعاليق حتى نتوما الا كنتو بحالي كنتو مثلا شي نوع ديال شي اي حاجه كنتو في الصغر ما كتحملوهاش وملي كبرتو وليتو كتاكلوها خليوها لي في التعاليق يهمني نعرف الامر وهنا حبيباتي اللي كيف ديما كنشارك معكم مطيشه مقليه يعني كيف ما كنقول لكم نهار اللي كنكون دايره غدا صيفي يعني هكا ما فيهش تغماس كنبغي ندير شي حاجه اللي نغمس فيها خبيز هنا ان شاء الله غادي ندير هاد مطيشه مع ورقه سيدنا موسى وغادي نقليها هكذا غادي نحط غادي نرشها بعدا بمليحه بحال هكا وبشويه ديال الابزار على فكره واحد المتتبعه كانت قالت لي عافاك لما حيدي التوابل من القراعي ديال البلاستيك هادو اختي راه زاج ماشي بلاستيك هي كيسحب ليها راه بلاستيك ها شو هذا راه زاج غير الغطايه اللي عندهم ديال البلاستيك صافي غادي ندير لها هكا نحرك هذيك المليحه ونحطها هنايا ونديها فوق البوطه ما كاين ما سهل منها البنات ناخذ واحد الورقه ديال سيدنا موسى وغنديرها هنايا بحال هكا وغادي نخليهم توصل وقت الغداء غادي نبدا نقلي ان شاء الله القطيبات ديال الدجاج الزيت ها هي حمات هنا عندكم الحريه انا ما بغيتش ندير معكم انا ما بغيتش نديرهم البنات في البانيني واخا عندي اله ديال البانيني لان ماشي كلشي متوفر عليها ما بغيتش كذلك نديرهم في الفران وما بغيتش نديرهم على المجمر يعني هذوما الطرق اللي بغيتو اختاروا فيهم علاش ما بغيتش نديرو على المجمر المجمر لان خصوصا الدجاج كيكون ناشف في الصدر غادي يكرم البنات وغينشف في المجمر لهذا فضلت انني نديرو هنايا باش يجينا طري نصيحه اخرى ما ديروش كذلك الاصابع غلاض خليو النار مجهده باش ما باش يطيب البنات ويبقى يعني رطب محافظ على العصاره ديالو ها نتوما شو صافي البنات غادي نقليهم وان شاء الله غادي نشوفوا الغداء ديالي اللي شاركت معكم اليوم ان شاء الله وهنا ساديت البنات ها غداتي متواضع جدا ها هما القطيبات اللي درنا مع بعضياتنا اللي ناكد عليكم البنات ما تخليهمش يطيبوا بزاف باش ما ينشفوش خليهم يعني باش يجيوكم فتيين صافي مطيشه الفريد وها هي المقبله اللي كنرافقوها مع المشويات سواء دجاج اللحم جاي العيد البنات غادي نحتاجوها اكيد شوفوا تبارك الله جات القرعه مشرمله غزاله شلاضه شويه ديال الحار هذا هو غداتي شويه ديال البطيخه البنات هذا هو غداتي المتواضع كنتمنى يا ربي يعجبكم ويلا عجبكم ما تنساوش خطكم اللايك هادشي اللي كنبغيوه البنات في الصيف ما كنقدروش على المرقه كنبغيو شي حاجه اللي خفيفه وبارده لهنا الفيديو ديالي يكون سال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ودمتم في امان الرحمن والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى واقتراحات اخرى ومع الف سلامه